وللمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا دكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري الفكري والدراسات. دكتور محمد أهلا بحضرتك معنا. سأأخذ من كلمة الرئيس جملة قالها إنه لابد من الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنويا، هذا التمويل من قبل الدول الغنية للدول النامية، وهذا أيضا وفق التعهدات في الاتفاقيات السابقة. هل ترى أن هناك جدية حقيقية هذه المرة في تنفيذ هذه الوعود؟ أهلا بحضرتك يا فندم وسادة المشاهدين. أولا ثانيا الدول للأسف المتقدمة يعني طول الوقت تعودتنا على الإخلال بتعهداتها التمويليه للدول الفقيره، مش بس التعهدات التمويليه، التعهدات التمويليه والالتزامات الانمائيه بشكل عام. دايما حضرتك بنلاقي ان الدول المتقدمه مع كل اتفاقيه عاوزه تمررها، يعني زي مثلا اتفاقيات التجاره العالميه، اتفاقيات المناخ، بتدي حوافز للدول الناميه او الدول الفقيره علشان تشترك في الاتفاقيه، وبعد ما التوقيع بيتم والاشتراك بيتم الدول المتقدمه بتتراجع عن الدعم المفروض التزمت بيه وتتراجع عن التمويل اللي التزمت بيه، وحتى بتتراجع عن التزاماتها بشكل عام يعني. وده نهج طول الوقت موجود، وعلشان كده الدول الناميه والدول الفقيره بدات تتكلم بشكل جدي عن ان هو لازم اذا كنتوا عاوزين يبقى في مجتمع دولي يعني بيكون اطار منظم لازم الالتزامات بتاعت الدول المتقدمه تتم. لكن في اي سياق من الممكن قراءة التصريحات المختلفة للزعماء والقادة لهذه الدول سواء عبر هذه القمة أو حتى في مناسبات أخرى خلال السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بالمعيار أو المبدأ الخاص بالتغيرات المناخية وضرورة مجابهة التغيرات المناخية والالتزام بوعودنا وتطبيق اتفاقية باريس وهذه الأمور؟ يعني في أي سياق من الممكن أن نقرأ هذه التصريحات وهذه اللهجة الحاسمة من هؤلاء القادة يا دكتور؟ أفندم ده جاي في سياق الإدراك المتأخر للأسف، يعني زي ما بقول لحضرتك كده إن القادة الدول المتقدمة خلاص بدأوا يشعروا إن هم يعني التغيرات هتطالهم زي ما هتطال الدول النامية، وللأسف الملوث الأكبر هي الدول المتقدمة والمضرور الأكبر من التغيرات المناخية هي الدول الفقيرة والنامية. هذه الجزئية أشار لها الرئيس عندما قال التبعات الأكثر سلبية لهذه الظاهرة بتواجهها القارة الأفريقية تحديدا، وعلى الرغم من أنها يعني غير مشاركة في هذه الظاهرة، ومع ذلك بتعد القارة نموذج جيد للعمل وفق المتغيرات المتعلقة بالحفاظ على البيئة. كيف من الممكن ترجمة هذه الرسالة أو هذه الكلمة للرئيس فيما يخص القارة مع أيضا تصريحه وحديثه عن التطلع لاستضافة القمة المقبلة؟ مفهوم. عشان كده أنا كنت بقول لحضرتك حالا انه الدول النامية والدول الفقيرة بدأت تشكل مع بعض حلقات ضغط على الدول المتقدمة. اذا انتوا عاوزين فعلا نكمل منظم يبقى لازم الوعود تنفذ، دي اول حاجة. تاني حاجة نتحمل تبعات تلويثنا للبيئة، حضراتكم بتلوثوا البيئة من بداية الثورة الصناعية، استفادت شعوبكم من هذا التلوث بان انتوا بقيتوا اكثر غنى، استفادت شعوبكم من هذا التلوث بان انتوا بقيتوا اكثر تقدما، عندكم اكثر رخاء، انتوا بتستغلوا الموارد بتاعتنا الموارد الزراعيه والموارد المعدنيه علشان تبقوا اقصى تقدما وترجعوا تبيعوا هذه الموارد الى لينا يعني في شكل منتجات صناعيه. علشان كده لازم يحصل اعاده توزيع للثروه في العالم، ده حاجه. وعلى فكره ابرز مظاهر هذا التحول وهذا التحور اللي بيحصل دلوقتي في العالم، المطالبات اللي بتحصل دلوقتي مثلا توقف مفاوضات التجاره العالميه في جوله الدوحه مثلا على تحرير المنتجات الزراعيه. الدول النامية بدات تبقى تستفيق من الاستسلام اللي كانت فيه. مصر دلوقتي بتشكل يعني عارف حضرتك ايه مجموعه قاطره لمجموعه الدول الناميه، شايفين دور هناك جدا، بتتكيف الدوله مع المتغيرات اللي بتحصل، وفي نفس الوقت عندها سياسه ناجحه قادره تفرضها وقادره تقول ان انا عندي خط مستقل للتعبير عن السياسة. نريد ان نتحدث بمزيد من التفاصيل في هذه الجزئيه دكتور، لانه كانت هذه النقطه الاولى في حديث الرئيس والخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضيه، دمج البعد البيئي كما ذكرنا منذ قليل في مختلف القطاعات، بنتكلم عن قطاع التنميه، قطاع الكهرباء، قطاع الطاقه، الاستثمار في البيئه، ايضا الدمج في قطاع التعليم، قطاع التعاون الدولي أيضا. كيف قيمت حضرتك هذه الجهود المصرية وعدم انتظارها الدعم من أحد؟
فندم احنا يعني 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 من حسن حظنا ومن حسن تخطيط الاداره الموجوده دلوقتي ان احنا بيعتمد مشروعنا التنموي اساسي الى على الاعتماد على الطاقه المتجدده من حاجتين. الحاجه الاولى ان احنا دلوقتي المشروع الاساسي عندنا هو التحول الى محور اقليمي لتداول الطاقه، واحد محاور هذا التحول هو تصدير الطاقه الكهربائيه اللي اصلا جايه من الطاقه المتجدده سواء الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. وبقى وكان عندنا خلال الاشهر اللي فاتت كلها اكبر محطه لتوليد الكهرباء في العالم اللي هي بنبان، وعندنا محطتين تانيين بيجري العمل عليهم دلوقتي، واحده في محافظه المنيا اسمها محطه غرب النيل، وواحده في محافظه اسيوط اسمها محطه شرق النيل. شرق النيل دي لما تكتمل هتطلع 34 جيجا وات، مخطط ليها تطلع 34 جيجا وات. احنا مخططين في 2032 نوصل من الطاقه المتجدده الى 90 جيجا وات. احنا اجمالي الطاقه الموجوده عندنا دلوقتي في مصر انا بكلم حضرتك 58 جيجا وات. ده النوع الاول. النوع الثاني ان احنا نتغلب على الظواهر المناخيه اللي بدات تخلقها التغيرات المناخيه زي الجفاف وعدم انتظام الامطار والتقلبات الموسميه اللي بتحصل، بان احنا نعتمد على ذاتنا والكهرباء اللي احنا طلعناها من الطاقه المتجدده في تحليه جزء اكبر من المياه. جزء اكبر من المياه دوت نحليه او نعيد او يعني التحليه من جانب واعاده المعالجه من جانب اخر في مياه الصرف ومياه الصرف الزراعي علشان نستصلح كميات اكبر من الاراضي الزراعيه، والكميات الاكبر اللي تستصلح دي هتستصلح تحت صور زراعيه بحيث ان انا اقلل التاثيرات المناخيه. في نفس الوقت عندنا اشتراطات بيئيه قريبه جدا من الاشتراطات الاوروبيه، بقينا نقول للعالم ايوه احنا في دوله ناميه لكن احنا يعني عندنا اشتراطات كويسه جدا. وزي ما حضرتك شايفه وزاره البيئه بتتحرك علشان مثلا في الاعوام الاخيره ما عدناش مثلا بنشوف سحابه قش الرز اللي كنا بنشهدها صحيح. كل سنه هي موجوده لسه عندنا ممارسات حرق الارز والكلام ده لكن بتقل بشكل كبير. مش بس كده، عندنا مبادرات رئاسيه ضخمه جدا زي مبادره التحول الاخضر بتاعت استبدال استبدال السيارات القديمه اللي بتلوث البيئه بشكل كبير بسيارات بتشتغل بالغاز الطبيعي، ده بتلوث البيئه بشكل اكبر. وعندنا مبادره رئاسيه ضخمه جدا للتحول لصناعه السيارات الكهربائيه. مصر عاوزه تبقى محور بوابه للقاره الافريقيه كلها في موضوع صناعه السيارات الكهربائيه. عندنا مبادرات متعدده للمحاور علشان نقلل انبعاثاتنا من الكربون وفي نفس الوقت يعني نكمل في تنميه تستديم يعني تنميه مستدامه للاجيال القادمه. مسألة البعد البيئي يا دكتور، كل اللي حضرتك أو كل المجالات اللي حضرتك طرحتها دلوقتي يعني يبدو إنها غير مرتبطة فقط بقطاع واحد أو غير مرتبطة أو يعني انعكاساتها غير مرتبطة بمسألة أو مسألتين، ولكن هي متعلقة بأبعاد مختلفة. حتى إنه منذ قليل الدكتور محمود عنبر كان بيشير إلى انعكاسها أيضا على فرص العمل، مسألة إنه إلى أي درجة من الممكن أن تعاني اقتصادات هذه الدول بسبب التغيرات المناخية، وانعكاسها على معايير اقتصادية ربما لم تكن في الحسبان إنه لها علاقة بالتغيرات المناخية. ده صحيح يا فندم. احنا عندنا في مصر استسلمنا للتغيرات المناخيه وما بدأناش فعلا ناخد خطوات عشان نواجهها بشكل جذري. عندنا قطاع الزراعه هيتاثر بشكل كبير جدا بالذات المناطق اللي الزراعيه في البلده وفي الساحل الشمالي، ده اولا. ثانيا قطاع السياحه عندنا هيختلف بشكل كبير جدا لان احنا درجه الحراره عندنا في احد السيناريوهات اللي هو في 2045 هترتفع درجه الحراره عندنا 4 درجات مئويه، هيخلي درجه الحراره في مصر مرتفعه للغايه في نفس الوقت اللي هترتفع درجه الحراره في اوروبا وجنوب اوروبا بنفس الدرجات. فبدل البروده اللي عند الاوروبيين دلوقتي اللي بتدفعهم ان هم يجوا لمصر عشان يقضوا اوقات بالذات في الشتاء يعني اوقات مشمسه يستمتعوا بالشمس المصريه، هتبقى الشمس المصريه حارقه علشان كده. التاثيرات واصله الى درجه يعني كل شويه لما بتتطور السيناريوهات تتطور سيناريوهات المحاكاه بنكتشف ان القاره الافريقيه هتتضرر بشكل كبير جدا. خد بالك حضرتك كان بقول لحضرتك كده واحنا على مدار السرطان يعني مصر على مدار السرطان، ما بالك حضرتك بقى بالناس اللي على خط الاستواء زي مثلا اشقائنا مثلا في السودان، اشقائنا في النيجر، اشقائنا في نيجيريا اقرب لخط الاستواء، هتبقى عندهم درجات حراره مرتفعه بشكل كبير جدا، الحياه قد لا تكون صالحه لدرجه او الدول اللي جزر اللي عباره عن جزر وعباره عن دول هي مهدده بالغرق او مهدده بانها تختفي تماما. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من حديث دكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أشكرك جزيل الشكر.